وحدين ما على الاخر يا معلم. كيفاش علاش؟ ويدي رمال تخدم معنا سنين معناتها خاطر جاي وشوي صياح نسمع من اسرائيل باش يعملوا طقوس دينيه وما يعملوا مليا واسرائيليين غلطه الحكايه هما جايين باش يعملوا طقوس كما نحن نمشيو للسعوديه وكل شيء ما تقولناش ما تجيوش رمال معناها انا مانيش متبع بالضبط مي حسب سمعت تخرجوا هما شويه ديجا سياح خرجوا شويه على السكه ريت انا دي تصور هكا في الفيسبوك والله وراو حتى تصور كان هما بالرسمي سياح هذوكم اللي جابوهم القدم مش نحكي لك على هذوما القدم ما عرفتهم اللي في السويد هاي هذوكم يسحوا فما تصور وراوهم معناها تصور ما يدروا لي راكريتهم انت زاد هكا ولا هذوكم شويه خروج على الموضوع هكا وما نصورش بالعكس نحن ماذا بينا شويه السياحه تتحسن شويه دور دولاب وكان عندها هي ما تقول في روحها كيما نقولوا مرحبا فازي ريقل اما في الحكايه الاخرى ما عندي عليها حتى فكره لو تاع السياح الاسرائيليين معناها لازم هي نحن بطبيعتنا مع اسرائيل ما الدول العربيه الكل ما نتفهموش ما نعرفش بالضبط شنو اللي صار انا ما تجونكوراج لي مينيستر ما تاع كيما مولا كربون اون بلوس ما تاع كان مش هي البيريد الاخرانيه سورتو في الكوتي توريزم ما انت التوريزم يقعدك ما انت ما هي ما يقدمش باهي انا واحد من الناس نشوف ما انت انا نشوف سمعت دي رومور يحكيوا عليها ويحبوا ما انت كيما يقولوا يحطوا على الصاف العجله انا من راي ان شاء الله الوزر الكل ما انت على الاقل اللي يكونوا ما انت يعملوا ما انت اروندمون كيف خاطر هي تحسها معناتها مالغري البوست نتاعها اللي ديجا قبل بتكون مينيستر معناتها ستون فام دافير معناتها عندها السي في نتاعها تبارك الله عليه معناتها باهي كل شيء معناتها كان اي واحد اخر يكون معناتها راسيونيل ما يحبش بلاده ينجم يخدم معناتها ياخذ فلوس معناتها قد ما يحب باغ كونتخ هي حبت تفيد حاجه ببلاده دومين سياحه ما نفهمش فيه برشا لاحظت اللي تخدم فما خدمه وفما مجهود مي الحكايه في اللي صارت قلق شويه تاع الاسرائيليين اللي دخلوا فما شويه تمس شويه التونسي فما مرأة محترمه ومن حقها تخدم ونحن نحسوا انه فما نمو بالحق موجود اليوم وسياحه قاعده تتحسن ويلزمنا نقوموا بالواجب بمساعده وزيره السياحه ومساعده الموسم السياحي ككل هذا المفروض ان يكون احنا اليوم كمواطن تونسي نرفض هذه التدخلات وهذه التجاذبات خاصه السياسيه في ميدان سياحي هم الاقتصاد التونسي اليوم لو نحن عوض نتناقل مع بعضنا كلنا لنمو الاقتصاد للحياة متميزة للاستقرار للنمو للتقدم ونحن اليوم في تجاذبات سياسية تولوا القانون الانتخابي نكملوها عايشكم ونخلوا الناس تتخدم على رواحها شنو انت تولوا بالسياحة السياحة راهو يلزمنا ندعموها اليوم نحن فالسين واليوم الناس دولة فالسة اليوم مهدين بأن الناس ما تخلصش شهريات مش موجودة ولذا نزيد نعرقلوا في الميدان الاقتصادي مش معقول وهذا مرفوض جدا أنا كمواطنين نساندوا ميدان السياحي ومع الوزيرة راهو حتى لو كان نختلفوا معها في شخصها لكن لا هي اليوم جاية تخدم أنا نتصور أني جاية تخدم مدام كربون عيش حياتك شيخ تفتق وني 2014 شيمك الكلام العباد بيعتهم نبارة عباد لا تخدم تخلي شكون يخدم عيش حياتك بون شانس لحكومة جديدة بيفازي مع شخص رولتالي رولتالي كله دمار ومش عارف رسمية وخنار ودوسيات ألوغ لا عيش حياتك وشيمك في العزيز شكون هما شنيا سمعنا شنيا زمان هذوما جدد المجلس التأسيسي تعرفهم صح؟ ما عليناش فيهم حتى جماعة المجلس السيتي حتى الفاشلين الناجحين بون شونس الكل ان شاء الله ربي يهديكم وحصلوا لنا شويه مهدات سي بون ميرسي. امير كربو معني اسمه كو عملت بوز في تونس معني كيما تشوف اي حاجه صارت في تونس من ايامات بورقيبه حتى من قبل بورقيبه معني تعمل هاك شخصيات كبيره ايدول تحكي عليهم امير كربو في فرنسا تحكيوا عليه ادري شنو في الاخر ما عملت شيء في تونس عملت بوز في عملت لي دودان الكترونيك هذيك شطحت شويه نقزت في الاخر ما فهمت شيء التوريزم في تونس ماشي في كبوت خاطر عمره كان توريزم يتقاس بالفروشات معناها كله تمشي على كيف هما كيف الاحزاب اللي تحكم فيها بسم الله اول كربول شخصيا ما نعرفهاش معناها كبرسون ما تعجبنيش خدمتها ما نجمش نحكم عليها خاطر ما نعرفش كبرسون ما تعجبنيش انا جربيه ومدام من كربول جربيه هكا كتعجبنا محليها ونحبها مش نورمال باي باي